يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يقال بأن الملائكة عليهم السلام وبأن الجن لهم روح وجسد؟ بلا شك، بلا شك أن الملائكة لها أرواح ولها أجسام، وكذلك الجن، وكذلك بنو آدم، لكن الجن تتشكل، وكذلك الملائكة يتشكلون بأجسام مختلفة حسب المصالح وحسب، نعم، لكن ما تكون روح بدون جسم أبدا، نعم.